دايما احنا يا دكتور للاسف عندنا حته المسكنات دي، يعني نقول ايه طب ما انا تعبان مثلا وضرسي وجعني، فالموضوع هيقعد له شهر رايح جاي على دكتور اسنان وباخد مسكنات، الشهر ده مش هيعمل حاجه. هل لو اب او ام او حتى حد من ولادهم بياخد مسكنات فتره زي مثلا نقول شهر، متوسط شهر، بشكل ورا بعض ورا بعض ورا بعض، ومش الحاجات الامنه زي ما حضرتك بتقول، او حتى لو الحاجات الامنه بس على فتره طويله، ده ليه تاثير على المعده؟ اه طبعا، احنا بالنسبه لنا بنشوف حالات كتير جدا، قرح في المعده، بنشوف الام شديده في المعده، ترجيع، كل ده بسبب المسكنات. رقم يعني رقم اتنين، احنا بالنسبه لنا يعني ده شهر ده كتير قوي ان انت تفضل تاخد مسكن، انت بتروح تعمل ده، يعني انا درسي تعبني في ويك اند، احنا بنقعد اسبوعين نفكر هنروح للدكتور. لا, 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 لا طبعا، مسكنات خطيره، ممكن قرص واحد او قرصين يرفعوا لك انزيمات الكبد، ممكن تصفر، ممكن يعمل لك مشكله في كليتك، ممكن يحصل قرحه في المعده. وعلى فكره بتختلف من شخص للتاني، ممكن واحد ياخد مسكنات ما يحصلش معاه حاجه وشخص تاني يتأثر. هو الاكتر ناس بيتاثروا شويه الناس اللي عندهم مشاكل في العظام او عندهم خشونه في الرقبه، هم دول اللي فعلا المسكنات بالنسبه لهم يعني مشكله. فطبعا دكاتره العظام بيكتبوا ادويه المعده اكتر مننا، يعني دايما ملاحظة يكتب الدواء صحيح، دايما يكتب الدواء ويكتب معاه ادويه المعده. وطبعا في ادويه جديده مسكنات بتبقى حدتها اقل شويه على الجهاز الهضمي واقوى شويه من الباراسيتامول، فطبعا هم بيكتبوها دلوقتي يعني اكتر شويه. لكن مسكنات من الحاجات الخطيره، ما ينفعش ان احنا نستخدمها فترات طويله، ما ينفعش ان احنا نستخدمها من غير اشراف طبيب. يعني ياما دخلنا على فكره عيانين راحوا خدوا حقن فولترين، حقنه واحده بس رفعت انزيمات الكبد وخلت العين يخش في دور صفرة. طبعا نادره بس موجوده ورد. موجود.